السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير والاحوال ديالكم طيبه. اليوم جبت لكم هاد لاطارت. هادي كتجي هائله في المذاق، بكيكه اللي ممكن تستعملوها للفطور اليومي، تنفعكم في رمضان ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. انا غنقطعها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الوسط الكيك، والوسط غادي تلقاو واحد المفاجاه. وبالنسبه للكريمه راه الطريقه ديالها سهله، درتها بالكراميل، غادي تعجبكم ان شاء الله الوصفه بزاف. وكنصاوبوها غير بالمولينكس، يعني ما صعيباش نهائيا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات اللي غنديروهم في كاس المولينكس، 3 د البيضات كاملين. وبالنسبه للمقادير غادي ناخذوهم غير بالملعقه فقط. غادي نضيفو 10 ديال المعالق ديال السكر، الا ما كتبغيوش الحلاوه ممكن تنقصوا. نضيفو قبصة ملح، وعشرة ديال المعالق ديال الزيت النباتية، غنحتاجو 10 ديال المعالق ديال الحليب، بالنسبة للتنسيم ممكن تضيفو فاني أو لا معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان. ونضيفو جوج ديال المعالق ديال الكاكاو. اول مرحله غادي نجيو نطحنوا هذا الخليط مزيان، نضيفو 10 ديال المعالق ديال الدقيق المنخول، و 15 غرام ديال خميرة الحلويات. هنا هادي عندي فيها النص، وغادي نزيد واحدة اخرى فيها النص. ممكن تستعملو جوج ديال 7 غرام. نخلطو النواشف، ومن بعد نضيفو عليهم الخليط ديال الشوكولات اللي طحنا. نحركو مزيان. الفران في هاد الاثناء راه كيسخن على 180 درجة. بالنسبه لهذا الخليط راه كيكون جاري كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالو. المول اللي غادي نستعملوه الا كان كيتحل لكم من الجانب فرشوه بورق طهي، حيت ملي كيكون سائل العجين راه غادي يخرج لكم من الجوانب. من بعد غادي نديرو في الفرن حتى يطيب. بالنسبه لهاد الطبقه اللي قلت لكم كتجي في الوسط، غادي نقبطو غير بسكوي ديال الشاي عادي ونجيو نحطوه من الفوق. هادي الا بغيتو ديروا هاد الكيك يومي للفطور، من بعد من يطيب راه تقدموه بهذا الشكل هكذا. ويمكن لكم ايضا تاخذوا نصف العجين وتحطوا فوقه البسكوي وعاد ديروا النصف الاخر.
رجعوه يطيب للفرن. الكيكه باش كطيب كناخذ صوص فود، كنعرفوها بانها راه طابت بساس من الداخل، كما كتشوفوا راه كتجي منفوخه. كنخليوها تتبرد عاد ندوزو لطريقه التزيين. بالنسبه للبسكويت اللي كيكون فيها راه ما كي انتم كيبقى قاصح، كيعطي واحد القرمشه لهاد الكيكه هادي، يعني ما كيذوبش وكيجي زوين في المذاق. دابا ندوزو لمرحله التزيين. الى عندكم دانيت استعملوه، الى ما عندكمش غتاخذوا هاد لي صوص هادو اولا نيسلي تخليوه يغلى غير واحد نص ساعه صافي، وغادي نخليوه جانبا يبرد. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو نصف لتر د الحليب كما كتشوفوا، تقريبا جوج ديال الكيسان كبار، ملعقه ديال النشا، وجوج معالق ديال الكريم باتيسيير او الكاسترد، السكر ثلاثة ديال المعالق كبار. وغادي نبداو نحركو على نار هادئه، وحنا كنحركو ديما باش ما يتحرقش لينا حتى تعقد لينا هاد الكريم مزيان. من بعد ما عقدات كنحيدوها من النار، وكنزيدوها داك دانيت اولا كنضيفو ثلاثة ديال المعالق كبار من النسلي كما شفتو. نحركو مزيان، نخرجو الكيكه ديالنا ونديرو لا كريم من فوق منها ونخليوها حتى كتبرد وكتجمد لينا. من بعد ما جمدات لينا لا كريم راه ما كتعطلش بزاف، يعني 10 ديال الدقائق كتكون صافي قطات راسها. كنجيو كناخذوا جوج حتى ثلاثه ديال المعالق ديال الدانيت اولا الكريم سائله، وكنجيو كنوضعوها من الفوق. علاش؟ غير على ود التزيين، باش من غادي نجي نزينها بالشوكولات غادي يبان ليا هذا المنظر. في بلاستيك غادي نذوب الشوكولات عادي ونجي ندير هاد الخطوط بحال هاد الشكل هكذا. وطبعا التزيين كيبقى اختياري، زينوها كيما بغيتو. الا بغيتو هاد الشكل هذا كيما قلت لكم كديروا خطوط، ومن بعد كتاخذوا سكين كتجيو ديروا خطوط متوازيه في الاول، ومن بعد غادي نديروا نفس الخطوط من الجهه الاخرى. سكين كنحيدو اولا الجوانب، كندوزو بالموس باش من نجيو نحلوها كيكون الشكل ديالها زوين ومقعد. كنديرو هكذا كندوروه دائري على الجوانب عاد نحيدوها. كما غتشوفو الطبقات كيجيو باينين والشكل ديالها كيجي غزال بزاف. بالنسبه للتزيين انا درت غير اللوز افيلي من الجوانب، ممكن تستعملوا ايضا الفيتين، راك عندي كنت صوبتها لكم في القناه، نخلي لكم الرابط، حتى هي راه كتجي زوينه. وبهذه المناسبه ديال رمضان كريم كسبت غير رمضان كريم بالشوكولات وخليته حتى جمد، وجيت حطيته فوق لاطارت. ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه،
ودابا غادي نجي نقطعها لكم من الوسط باش تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديالها من الوسط. هذيك الطبقه ديال البسكوي كتعطيكم واحد القرمشه، كتعطيكم واحد المذاق زوين. لا كريم راه ما نشكركمش ما نشكرها لكمش، كتجي غزاله بزاف. غير جربوها، ما تعكزوش على هذه الوصفه، راه مضمونه 100%. الكيكه كما شفتوا غير بالمعالق، ما تحتاجوا لا ميزان لا حتى شي حاجه، سهله بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها. الناس الجديدة كنقول لكم ألف مرحبا، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعليق. وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.